توقعاتك ايه عن الماتش الجاي بتاع الاهلي والزمالك؟ ان شاء الله الفوز للاهلي خلاص، مع ان انا يعني بحب فريق الزمالك وبحب المستر منصور و... الاهلي طبعا هيكسب ان شاء الله. طب كم كان؟ 3-0 2-1 الاهلي ان شاء الله. الاهلي هيفوز كالعاده، يعني ده المتوقع. ان شاء الله هيفوز الاهلي، هيفوز 3-0. الزمالك ولا هيكسب؟ انا اقول الاهلي بصراحه، ان الاهلي لعبوا احسن من الزمالك شويه. الاهلي طبعا ان شاء الله، يعني الاهلي هيكسب. هو ماتش ما بيبقاش ليه توقعات ومحدش عارف، بس كل واحد بيتمنى فريقه طبعا تكسب. ان شاء الله نكسب 3-2-0. طب اشمعنى الاهلي؟ عشان هو الفاميلي بتاعتنا. طيب مين هيجيب الاهداف؟ اللي هيجيب اهداف ممكن رمضان صبحي، تمام، ممكن يجيب 3 مثلا فيهم ولا حاجه، يعني حاجه طبيعيه يعني. ان شاء الله هو بيلعب كويس وكده. هجيب حسين الشحات وعمرو السوليه، ممكن مين تاني؟ رمضان صبحي. ممكن رمضان صبحي لو نزلوه اصلا. يوسف اوباما او محمد اوناكو.